gauchoserigraphy@gmail.com. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد، حصة جديدة. كيف العادة قبل ما نبدأوها كنعطروا الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطاهرين. نبدأ على بركة الله. الحصة ديال اليوم كما شفتوا في العنوان وهي حول آلة سيركلين. سيركلين اللي هي كدور دائرية، وهذه سيركلين هذه فيها ربما كاين اللي فيها 8 الالوان. كاين بعض الاخوان تشوفوا فيديوهات او ما كنظنش انهم خفاو عليكم الفيديوهات ديال السيركلينغ. كاين ست الالوان، كاين 4 الالوان، وهي مصوبه من الحديد، والحديد ربما الى بغيتي تشريها كتقام عليك غاليه. انا اليوم جيتكم فكره جديده، وهذه الفكره ماشي محتكره او فكره شخصيه او من اختراع ديالي، شفتها في واحد الصوره وحاولت انني ننقلها وندير عليها فيديو ونقربها لكم، وغادي نشوفوا وغادي نتعرفوا بشحال تقامت علينا. ربما تقامت رخيصة، يعني في متناول الجميع تقامت عليها تقريبا 550 درهم، اللي هي 55000 فرنك او 55 اورو، يعني ما غالياش. غادي نقول لكم كل حاجة بشحال تقامت عليا، وتبعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر. ربما يجيكم فيديو طويل وممل، ما فيها باس الصبر علينا واحد شويه، ولكن في الفيديو وسط الفيديو غادي نتكلم وغادي نهضر، يعني كاين افاده كبيره. كان ممكن اننا نقسم الفيديو على زوج، ولكن الا قسمته ما غتبقاش ما غيبان فيديو، يعني فيديو ما هواش يقدر ما يعجبكمش. يعني حاولت انني نديرو كامل، حيت الا قسمتي ربما يجيك ممل الجزء الاول، والجزء الثاني يقدر يجيك مزيان، ولكن الجزء الثاني عنده علاقه بالجزء الاول وما كاينلاش. يعني حاولت انني نربط الفيديو كامل ونوصلو لكم بطريقه مزيانه، مع العلم ان هاد السيركلين ممكن تخدم لون او لونين او 3 الوان او 4 الوان، وهي مزيانه او تخدم لك لي ساشي والملابس الجاهزه، يعني اي طبعه بغيتي تطبعها ما غاديش يهرب لك الروبير، وغادي تخدم بها مرتاح وتخدم بها مزيان. بلا ما نطول عليكم، وتعاونوا معنا باللايك والبارطاج وعلى اوسع نطاق باش يقبلونا القناه ديالنا. بقاو لنا سويعات قليله باش يقبلونا القناه ديالنا باش نستمروا معكم. وهذا الفيديو كما وعدتكم في الفيديو السابق انني عندي افكار يعني كما قلت لكم في طور الانجاز، وهذه فكره من الافكار ربما تقدر تعجبكم، ومن هنا غادي يبان لكم التطور ديال القناه ديالنا ان شاء الله. تبعوا الفيديو ديالنا، نبداو على بركه الله. اخوان، بالنسبه للمعدات اللي غادي نحتاجوها هي هذه كما كتشوفوا في الصوره، اعمده وطابله اللي غنديروها من الفوق. هذا هو البلان ديالنا او البلان اللي غادي نمشيو عليه. بالنسبه للاخوان اللي بغى يستافد او ما شدش العبارات ولا شي حاجه، ممكن انه يتواصل معايا عبر التعاليق او في الخاص. نبداو على بركه الله. اولا عندنا العود او الخشب اللي شريناه. بالنسبه لنا الخشب عندنا فيه مترو، حاولنا اننا نقصو منه. اول حاجه اللي خاصنا نعرفوها هي تكون عندنا القاعده كنشكلوها باعمده. بالنسبه للاعمده اللي عندي درت فيهم 80 سنتيم كما كتشوفوا، غادي نقطعوها بحكم التجربه ديالي في هذا الفيديو هو السيركلينغ. 80 سنتيم بالنسبه ليا، مع درت دراجات من الاسفل او الرويد على حسب انني لو بغيت نحولها، وفيها الفرانات لو بغيت نحولها والفراني باش نخدم جات عالية واحد شوية، ما فيها باس نديرو فيهم 70 سنتيم. وبالنسبة لهذا الخشب خديت 12 خشب او 12 عود تقريبا، تقامت عليا ب 55 درهم، 5 درهم الكيلو. واختاريت خشب يكون خفيف، حيت كاين واحد النوع ديال الخشب
كتمشي تشري، كتكون كيكون سرد او صاب عليه الشا، ربما يكون ثقيل في الوزن وتقام عليك غالي، انت غادي تقلب في السوق. اما الى جاك الخشب اللي بغيتي وعبرتي وجاك ثمن مناسب ممكن تخدم به. اولا كما قلت في الاول عندنا 4 الاعمدة اللي هما اساسيين الوقف ديالهم فيهم 80، من الاحسن ديرو 70 او 75 باش يجيكم سهله. من بعد عندنا الجوانب ديال الطبله اللي غادي نشوفو العبار ديالها 80 كاريه، يعني من الجوانب الجوج فيهم 80، والعرض ديال الخشب اللي عندنا فيه 4 سنتيم، يعني جوج ديال 80 وجوج ديال 66 كما غادي نشوفو في الفيديو فاش غنبداو نمونطيو فيهم. ملي نساليو التقطع ديالنا، ممكن اللي ما عنده السوطوز يستعمل منشار. هذا هو بالنسبة لنا 4 أعمدة وجوج ديال الجوانب وجوج ديال الجوانب الأخرى كما كتشوفو. ممكن أنك دير سوطوز أو قاعة حرش باش يجي الخشب ملس ويجي مقاد. هذا هو الكاري ديالنا. بالنسبة للطبلة اللي غادي نحطو من الفوق، أنا لقيتها في السوق كيما هكا، العبار ديالها 80 كارية، 80 على 80، والوسط ديالو لقيتها بحال ما هكا كتباع في السوق. بالنسبة للإخوان اللي في كازا اللي بغا يعرف، ممكن أنني نصيفطو للبلاصة من شريتها، عندهم موجودين. بالنسبة لهذيك الحفرة اللي في الوسط ساعدتني بزاف كما غادي نشوفو في الفيديو. كما قلت قبل قليل فيهم 80 تقريبا، والعرض الاخر جا داخل الوسط منه، غنقصر 4 من هنا و4 من هنا، غتبقى لنا 66. غادي نفيسيو، بالنسبه اللي ما عندوش الفيساج ممكن انه يدير المسمار. من بعد غتخصنا الطبله ديال الجانيت. بالنسبه للطبله انا درت فيها 60، عبرت لي تيشيرت جميع المقاسات جاتني مزيانه هي هذيك. بالنسبه للاخوان اللي بغى يخدم لي ساشي، ممكن انه ياخذ عبارات ديال لي ساشي وياخذ كونتر بلاكي على قد العبارات ويخدم بهم، حيت هاد الطبله او الجانيت فاش كنحطوها كنفيسيوها ممكن انك ديفيسي وتعاود تخدم بوحده القياس المناسب اللي غادي تخدم به. كما كتشوفوا في الجوانب درنا واحد الدائره صغيره او واحد الحرف، ممكن اننا نزولوه او نحيدوه. علاش؟ لان التيشيرت الا بغينا نلبسوه ونخدمو به ما يبقاش يتشد لينا من الجوانب، نخدمو بسهوله كما كتشوفوا. ازاله الجوانب تقريبا 2 سنتيم، 3 او 4 على حسب. من بعد ما نزولو الجوانب ديالو نشطو قاعة حرش ونحكو الجناب باش ما يوحلش لينا، اول سق تيشيرت اللي غادي نخدمو به او قبية او اي حاجة غادي نخدمو بها او الساشي، نحكو مزيان. ومزيانة بالنسبة لينا على ايدينا ربما توقع شي حاجة لا قدر الله، نمشيو معاه ونحكو خشب حتى من الاعلى باش يجي ملس. بالنسبه لبعض الاخوان كاين واحد النوع ديال البلاستيك يستعملوه في البلاكارات، ممكن انكم تغلفوا به من الاعلى، يقدر يساعدكم فاش غنخدم في الفيديوهات ان شاء الله ديال هاد السيركلين. غادي نوريكم كيفاش، وغادي نجيب مورسو وغادي نلصقو وغادي تشوفوا النتيجه النهائيه ديالو. كما كتشوفوا خصنا نحكو الطبلة اللي غادي نخدمو عليها مزيان، حيت ممكن اننا نديرو الكولا. من بعد كنشوفو القاعدة من الاسفل. بالنسبة للحفرة اللي في الوسط ناخدو اللاكس،
هاد الخشبه او هاد المورسو ديال الخشب غيجي من الاسفل بالنسبه للبالياج اللي عندنا هما هادو تقريبا دايرين 65 درهم. بالنسبه للاخوان اللي بغى يعرف المكان ديالهم ممكن انني نصيفطو باش ياخذهم حيت قليل اللي تيكونوا عنده. بالنسبه لهاد الباليات عندهم واحد الزيار سيبو كيتزير من الجوانب كما غادي نشوفوا. هاد اللاكس صوبناه ما كيتباعش معاه اللاكس الوسطاني صوبناه ودرنا قياس زيد على حسب باش نطلعوا نهبطوا كما بغينا على حسب العبار. كما كتشوفوا كيتزيروا هذا هو الشكل ديالهم. كاين بعض الاخوان كيستعملوا طرف او مورسو ديال الخشب غادي نوري لكم في فيديو جاي ان شاء الله. هاد المورسو ديال الخشب بالنسبه للاخوان اللي بغا يعرفوا كيقطعوا من الوسط كاري او دائري وكدير لورما من الوسط وكتزيرها بالبولونات ما كتبقاش تزعزع. ولكن انا بالنسبه ليا خديت هاد الباليات باش نتهنى حيت السيركلين غتكون ثقيله شويه وغتبقى تجر الكوادر من هنا ومن هنا يعني تقدر توقع لك شي مشكل او عائق. هذا هو اللاكس او الوسط اللي غادي نلصقوا فيه الباليه اللي في الاسفل وهذا غيجي من الاسفل. الباليه درنا لها هذيك الحفره او لسباس باش الا كان عندنا العبار وبغينا نهبطوها شويه نهبطوها كنتراسيو الوسط اللاكس ديالها. من بعد كنشدو باليه من الباليات نتراسيو اللاكس مزيان باش يجينا العبار هو هذاك. فوالا كما كتشوفوا من بعد كنتراسيو اللاكس ديال هاد الطبله. بالنسبه لهاد الطبله فوقانية خديتها تقريبا 20 درهم والباليات بجوج 130 درهم هي 150 درهم زيادة على 50 درهم او 60 درهم ديال الخشب هي 210 دراهم. وما تبقى كيبقى ديال الفيساج والحديدات اللي غادي يلصق فيهم الكادر. فوالا كنتراسيو اللاكس ديالنا وهذا. من بعد كنتقبو الجوانب ديال الكونتر بلاكي اللي عندنا باش نفيسيو من الاسفل في الطبله كما كتشوفوا. كنحاولوا بالنسبه للميش اللي عندنا ما غليتهاش بزاف حاولنا ان نتسعوا وما هادو البرونات ديالنا اللي غادي نفيكسيو بهم. احسن من الاحسن يكونوا برونات صحاح. كنتراسيو البلاصه فين غيجيونا البولونات من بعد كنتقبو الطبله. بالنسبه للكونتر بلاكي الاخر غنديرو من الاسفل كنتراسيو من بعد غنتقبو كما قلت لكم قبل قليل. بالنسبه للميش اللي عندنا ما عريضاش بزاف ممكن انك تعرض او تستعمل ميش مناسبه للبولونات اللي عندك من الاحسن. ولكن كما كتشوفوا مشيو معاها بشويه. من بعد ما نساليو التقيب ديال العود اللي عندنا كنشدو كونتر بلاكي السابق اللي تقبناه من الجناب وشتينا عليه العبار كنديرو من الاسفل كنحكو بقاعة حرش باش يبقى لنا العبار مزيان. من بعد كنديرو من الاسفل كنديرو البولونات ديالنا كنفيكسيو كنمشيو معاها بشويه. بالنسبه للبولونات كان عندنا بولونات ديال 12 جو رقاق استعملنا بولونات ديال 13. بالنسبه للساروت باش غنزيرو ما قدناش اضطرينا اننا نستعملو بانس
باش نزيرو برونات من الاحسن يجيو من الاسفل باش ما يبقاوش طالعين وباش ما يديروش لنا عائق كما غادي نشوفو. واحد الكونتر بلاكي غتجي من الاعلى غنضطروا اننا نديرو واحد الغرغار وهذاك الغرغار كيخلي كونتر بلاكي الفوقاني يتسطح على الطبله من الفوق كما غادي نشوفو في الفيديو. بعد ما تراسينا الباليات ديالنا كنثقبو اماكن اللي غادي نديرو فيها البرونات بورونات يكونوا ديال 10 ولا ديال 12 بالنسبة للخشب والباليات تقريبا 300 حتى 320 درهم غادي نطلعوا لكم. وبالنسبة للحديدات ديال الجانيت ديال عفوا ديال الكوادر تقريبا 50 60 درهم. ممكن انك تمشي عند السودور وتعطي القياس اللي بغيتي ويصوبهم ليك كما درت انا. يبقى عنده مرتوة شيطين مزيانة ليه ومزيانة الكنشة كان فيكسيو. هادوك الحديدات او الكورنيرات اللي غنديرو الكوادر يكونوا على شكل او او على شكل سي. من الاحسن ديروا لهم تقابي من الفوق وديروا لهم بولونات على قد الزيار اللي غادي نزيرو به كما كتشوفوا. هذا هو اللاكس ديالنا. غادي نديروا واحد الغرغار. هذا الغرغار بالنسبه للبولونات باش ما تبقاش مهزوزه عندنا. نعبروا القياسات اللي عندنا هما هادو. بعد ما تراسينا كنثقبوا الغرغار ديالنا كنتماشاو معاه ناخذوا العبارات ديالنا. عندنا أربعة كافيين كافيين بالنسبة لينا باش يشد مزيان. هنا بعد ما نساليوهم كنقطعو العبار كاري. بالنسبة للعبار كاري اللي عندنا نحاولو نعبرو من الجوانب كاملين ونتراسيو الوسط ديالو كما كتشوفو. من بعد غادي نقطعو كاري او مربع الا بغيتي تخليه دائري حيت هذا اللوح هذا غادي يكون فيكسي. بالنسبه لهذا اللوح اللي بغى يشري انا كنتوفر عندي ممكن يستعمل اي لوح او اي كونتر بلاكي. انا كانت عندي واحد البوبينه هذيك البوبينه فصلتها وغادي نستعملها كما غادي نشوفو. ممكن ان كونتر بلاكي الفوقاني والتحتاني هذا اللي غادي تزيدو تقام عليكم تقريبا 20 درهم او 30 درهم. بعد ما نعبرو كنقطعو الكونتر بلاكي ديالنا على شكل مربع. ممكن اللي بغى يدير دائريه يخليها. درناها على شكل مربع بالنسبه الكونتر بلاكي اللي غتجي فوق منها باش يلصقوا فيها نديرو فيها فيزاغرات في الجناب يلصقوا فيها مرصوات ديال الخشب اللي غنديرو لهم بيزاكراج كما غادي نشوفو في تشيمات الفيديو. بعد ما نقطعوهم بالنسبة للإخوان اللي ما عنده السوطوز ممكن أنه يدير الماكينة ديال العود يقطعوه أو يستعمل المنشار. هنا كنعتذر لبعض الضجيج اللي كاين كنتماشاو معاها. حاولت انني ما نطولش في الفيديو ولكن هاد لي ديتاي مهمين بالنسبه اللي بغى يستافد. كاين بعض الاخوان كيتفرجوا في فيديوهات ونفس الهضره اللي كنتكلم عليها كيعاودوا يسولوني في التعاليق وفي الخاص ولكن ماشي مشكل ما فيها باس اننا نعاودوا نذكروا منها اللي بغى يستافد. وثاني حاجه بالنسبه لنا سوي يكملوا ويقبلوا لنا القناه باش نستمروا معاكم. كنحاولوا جاهدا اننا نعطيو كل ما عندنا باش الفائده تاعهم. كملوا الخدمه ديالنا. بعد ما قطعوا الجوانب الاربع ضروري منحكوا الجوانب بقاعة حرش
كما كتشوفوا فوالا، ممكن انك تستعمل منشار كما قلت قبل قليل. فوالا للامان ضروري نحكو قاعة حرش من الجوانب. كنحاول انني نسرع باش ما يجيش الفيديو طويل، وكنكومبريسي الفيديو، ولكن نظرا للاهميه كنحاول انني ما نقصش منه بزاف. بعد ما نطراسيو نفس العبار ديال الكونتر بلاك الفوقاني كنمشيو معاه شويه علينا، حاولوا ما نزربوش. بالنسبة ليا تقريبا أسبوع وأنا خدام في هاد السيركلين، ولكن هادشي مكيعنيش أنني كنبقى خدام فيها من الصباح حتى العشية. كنلقى أوقات مرة 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 كل مرة كنصاوب حاجة حتى كملتها. هنا هذا هو العبار اللي عندنا. كيف العادة كنحكو كونتر بلاكي ديالنا، نمشيو مع الجوانب الأربع. هذا الكونتر بلاكي اللي غادي يجي الفوق نحاولو أننا نزولو الأحرف، كل حرف غنقسمو على ثلاثة وغنلاقيوهم وغادي نقطعو كما غادي نشوفو. من بعد ما نفيكسيو المورسو أو الطرف التحتاني هذا غيبقى مفيكسي، وهذا هو اللي شت لنا العبار ديال الكونتر بلاكي الفوقاني من بعد ما نزولو ليه الاحرف ديالو. نمشيو مع عبار كنعبرو اون فيسيو باش يجي داكشي متناسق كما كتشوفوا. اخوان في هذه الحاله بالذات حاولنا اننا نمونطيو السيركلين ديالنا، ولكن الباليات جات وحده يعني واحدة قريبة من الأخرى، غتحاول تفيسي بسير وتسيبو، ربما أنك ما تقدرش تزير. حاولنا أننا نحلوها من الأسفل ونهبطوها شوية ونحاول نكالوها بشي حاجة من التحت أو من الأسفل، وعودنا فيسينا. من بعد ما فيسينا درنا هذاك اللاكس الوسطاني باش نطلعو هذوك الباليات، نطلعو وحدة يعني تجي متباعدة شيئا ما، وحاولنا أننا نديرو لها مرويض أو دراجات. هذوك الدراجات عاونونا باش السيركلين ملي تهبط لينا بحال هكا، ملي تهبطها ما تبقاش تلعب وتزعزع. درنا هذوك الرويض كما غادي تشوفوا، وهذوك الرويض يعني ما خلاوهاش تهبط. ممكن انك دير ثلاثة او اربعة، حنا ثلاثة كانوا متوفرين عندنا وكانوا مناسبين ودرناهم وخدمات لينا مزيان. كملوا الفيديو ديالنا كما كتشوفوا. هادو هما الجوانب الاربع من بعد ما قسمنا كل جانب على ثلاثة. تقدر تقسم واحد وتقطع مورسو وتشد العبار عليه من جوانب ثلاثة اللي بقاو، وهادو هما اللي غيعطيونا العبار ديال الدورة ديال السيركلين فاش غنبغيو نهبطوها ونطبعو. فوالا كنقطعو جوانب بربعة كما قلت لكم قبل قليل. هذا الكونتر بلاكي كان شايط عندي واحد البوبينه بحال البوبينات ديال الضو، يكونوا على عند صحاب الالكتريسيتي اللي كيبيعوا المواد الكهربائيه، تقدروا تلقاوه عند الدروغري او في القريعه عند مولي العود. ولكن هادشي ما كيعنيش انك خصك تستعملها هي، من الاحسن كونتر بلاكي مربع تخدم به جوج مورسوات كما قلت، 20 درهم 30 درهم. حتى الآن وصلنا 35 ألف فرنك اللي هي 350 درهم، زيادة على 70 درهم ديال كورنر اللي غادي نقطعو اللي غادي نسقو فيه الكوادر. كما قلت لكم نديرو ليهم فيسات من الأعلى ونحاولو نسوديوهم ونشوفو الزيارات اللي غادي نزيرو بهم.
بالنسبه للزيارات دايرين 80 درهم عفوا، كاينين صغر منهم ديال 5 6 دراهم ممكن انكم تشريوهم على حسب البورونات اللي عندكم. انا كما قلت قبل قليل جانا اللاكس طالع شيئا ما، حاولنا اننا نهبطو من الاسفل، درنا عويدات من الاسفل باش يهبط كونتر بلاك اللي درنا على حساب باش السيركلين الدور لينا مزيان، ولا حساب باش ملي نبغاو نزيرو جينا مزيانة شدينا العبار ديال تقابي ديال باليا اللي غتجينا من الاعلى، غادي نفيسيو الباليا ومن بعد غادي نلصقو الباليا في اللاكس ونحاولو نزيرو الباليا بسيرو سيبو. هما كيعطيوكم سويرت سيبو مع الباليا فاش كتشريوها، كل باليا مع السيرو ديالها. بالنسبه للباليات اللي ما كانوش عندكم كانش متوفرين، ممكن انك تستعمل اي لاكس، ممكن لاكس ديال ماكينه الصابون، المهم هو انه يكون لاكس من الفوق ومن التحت يعطيك الدوره معكوسه. من بعد غادي نفيكسيهم كما كتشوفوا. انا علاش اختاريت هاد الباليات؟ بحكم انهم صحاح وغادي نهزو تقل وفي الدوره ما غاديش ينكشونه، كناخذوا العبار ديالنا انه يكون مدقق قبل ما نزيرو. من بعد كما كتشوفوا هبطنا واحد شويه، خلينا واحد السباس او واحد المساحه فين اننا بغيو نزيرو. بالنسبه لهاد الباليا خصنا نزيروها قبل ما نركبوها، كنديرو البولونات ديالنا دائما مره تاكد من العبار. فوالا بعد ما زيرنا كنرجعو الكونتر بلاكي ديالنا ونعاودو نفيسيو. انا حاولت انني نمرر هاد الاخطاء اللي انا طحت فيهم باش ربما يقدر يطيح فيهم اي واحد ويتفاداهم. كما كتشوفوا حاولوا نزيروهم باش ما تبقاش كونتر بلاكي تلعب لينا. فوالا كنتماشاو معاهم كنزيرو مزيان. المراحل الاخيره اننا او في الوسط كنزيرو كنزيرو شويه علينا باش ما يهربش لنا العبار. كما كتشوفوا كتلعب، نضطروا اننا نديرو دراجات او رويد. بالنسبه لهاد الدراجات نحاولوا نبعدوهم نقربوهم من الحرف ديال الدائره 8 اللي عندنا باش ملي نديرو الفيسات اللي غادي نشدو فيهم الرسورات ما يتحبسوش لينا هذوك القراقيات. ثلاثة كافيين، ممكن انك دير 4 ولكن بالنسبة لثلاثة كانوا متوفرين عندنا. هاد الفكرة ديال هاد الرويد او الدراجات اللي درنا من بعد ما شفنا اللاكس ما كيتبتش او ما كيتفيكساش اضطرينا اننا نزيدوهم باش ملي نهبطو يهبطش لينا، نعاودو نزيرو. هنا شوية علينا، ما فيها باس انها تقدر تاخد وقت يومين 3 ايام متواصلة، ولكن بالنسبة لي انا ظروف العمل اضطريت انني كل مرة نصوب حاجة حتى كملتها في ظرف اسبوع تقريبا. فوالا
هذا اللاكس هو المهم عندنا. الا كان مزيان كل شيء غادي يمشي مزيان، العبارات من بعد غادي يمشيو مزيانين كما كتشوفوا. من بعد درينا ان هذاك الوسط ديال البوبينه اللي كان عندنا قطعنا منه ودرناه لاكس، فيكسيناه كما غادي نشوفوا. وبالنسبه اللي ما عندوش بحال ما هذه، ماشي مهم انك ديرها، ممكن انك دير طرف ديال خشب كاري او مربع في الوسط. من بعد كنشدو العواد ديالنا، هاد العواد هادو تقريبا فيهم من 25 حتى 30 سنتيم، ممكن انك دير كتر، ولكن كل ما كانوا طوال زيادة عن اللزوم غادي الجانيت او الطبلة اللي غادي تطبع عليها غادي تزيد تبعد. انا درت فيهم تقريبا 25 سنتيم، 25 سنتيمتر كافية. هلا بالنسبة الفيسات اللي عندنا، من الاحسن يكونوا فيسات فيهم كرو باش ما ترخفش لينا، فيس كرو من الاسفل باش الا ترخفاش اضطر انك تزيرها. وهذاك الخشب اللي كنزيرو عليه قرقيات اللي لاصق في اللاكس من الاحسن يكون عريض، من الاحسن يكون عريض كما كتشوفوا. شتينا العبارة على وحدة، فيكسينا المكشوف، درنا واحد التقابي من الوسط ثلاثة باش فيكسيو بيهم كورنر ديالنا. بالنسبة لهذا الخشب اللي كنقطعو فيه غادي نعاودو نستعملوه من بعد. هذا هو اللي غشت لينا العبار ديال الروبير، بعد ما قطعناه كنحتافظو به. هنا هادو هما الكورنرات ديالنا، كنطراسيو اللاكس الوسط ديالهم، كنديرو ثقبة الوسط، كنشطو العبار ديالنا، كنزيدو زوج من الجوانب باش تفيكس علينا. هنا كنتماشاو معاها، دائما كنطراسيو اللاكس الوسط قبل ما نثقبو كما كتشوفوا. كنشدو الوسط من بعد كنفيسيو، من الاحسن يكونوا فيسات طوال باش يشدو مزيان. كنمشيو معاهم ثلاثه دوك اللي بقاو عندنا. كما كتشوفوا تراسي واللاكس كنمشيو معاهم. بالنسبه لهاد العواد اللي درنا في هاد الكورنيرات، انا خديتهم فابور بالمجان فاش شريت العود، عطيتو القياسات عطاهم ليا. وما تبقى كيبقى ديال هاد السيارات اللي كتشوفوا في الاسود، وكورنر او حديده اللي درنا، والقراقيات والفيسات. بالنسبه واحد الباطات 8 حتى هما اللي بغاهم غادي نعت ليه. بالنسبه للناس ديال كازا عارفين فين البياضه في القريعه او جيت كراج علال، ممكن انهم يلقاوهم، دايرين تقريبا 4 دراهم ونص. اما بالنسبه للرسورات تقريبا 3 دراهم، يعني تقام على 60 درهم او 55 درهم. كما كتشوفوا كنثبتوا العود ديالنا بالزاكراج، كنحاولوا اننا نثقبوا ميشات تكون رقيقه. علاش؟ حيت الفيسات اللي غادي نديرو غيكون فيهم كرو من الاسفل، من الاحسن ما يكونوش فيسات فيلطاج فيهم الراس،
باش تشد لينا مزيان، كنحاولوا اننا في الحرف او في الجانب اخر جانب اننا نمشيو معاه ونفيسيو ونحاولوا نشطوا العبار مزيان، ما نخليوهاش تزيد اليمين ولا اليسار، باش يبقى لينا العبار مزيان. في حالة انه وقع لك شي مشكل او عكست او شي حاجة كما درت انا، كنخليها حتى من بعد نرجع لها، كترجع عندك الخاطر وتقدر تكملها وتقدر تزاد في دماغك فكرة جديدة كما وقع ليا. كما كتشوفوا الفيسيو الفيسات ديالنا اللي غنديروا لهم كروات، وهذاك اللاكس اللي في الوسط كما قلت انك ممكن دير مورسو او طرف ديال العود يكون كاري مربع موجودين عند موالي العود، ممكن يعطي لك فابور وديرو الوسط وغتشكل عليه واحد الدعائم. هذوك الدعائم اللي الوسط فيهم واحد الجوانب هما اللي غادي يحبسوا لك هاد العود باش يطلع الاعلى اللي فيه الكورنير. من بعد ما فيكسيوهم غادي نديرو لهم قراقيات، وهاد القراقيات من الاحسن يكونوا قصار وصحاح. كما قلت لكم العود اللي غيلصقوا فيه قراقيات من الاحسن ديرو يكون غليظ شويه ديال 8 او ديال 6، او نزيرو مزيان، كناخدو وحده كنشدو عليها العبارات كاملين، ما كيهمش العبار، المهم هو انك تحس بالقراقيه شدت مزيان في العود، تاخذ عليها العبار ديال القراقيات الاخرين وتكمل. من بعد كنتراسيو كنتقبو بميشار رقيقه. علاش كنتقبو؟ باش ملي نديرو قراقيه ما تبقاش تلعب لينا اليمين واليسار، باش تثبت مزيان. فوالا مشيو معاهم كنزيرو على خاطرنا كما كتشوفو. واخا الفيديو طويل ولكن ممكن انك تستافد منه، ما فيها باس، منها تستافد ومنها تدعمونا. من بعد الفيديوهات القادمه ان شاء الله غادي يكونوا قصار 3 دقائق حتى 5 دقائق. هذا هو العبار ديالنا. من بعد ما نكملو في الاسفل كنهزو هذوك الجوانب ديالنا كنديرو ثقبه، من الاحسن تكون في هذا العبار في الاعلى، او الى قدرتي ديرها اعلى من هكا قريبه الكورنير اللي عندنا سي، كل ما كانت قريبه فاش كدير الروسورات والباطات اللي عندك كتجر مزيان، كتر انك ما تزيرش بزاف. هادو هما الروسورات والباطات اللي عندنا، كما قلت لكم 8 الروسورات و 8 الباطات، تقريبا الباطا دايره 4 دراهم ونص، بالنسبه الروسور داير 3 دراهم 2 دراهم ونص، تقريبا 50 درهم 60 درهم كاع 65 درهم تقدر تقام عليك. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو، نكملو التقيب ديالنا ونديرو قراقيات. بالنسبة لهاد القراقيات حاولوا تاخدو او تشريو قراقيات يكونوا اكبر حجم. علاش؟ باش من الجوانب ملي تبغي تهبطها على قبل الروبير او العود اللي اونفاس معاك ما يتلاقاوش معاه ويجيو بعاد واحد شوية. فوالا كما كتشوفوا من بعد ما
كملو التقايب كنركبو القراقيات ديالنا كلهم عبار واحد. كما قلت حاولت انني ندير الفيديو كامل وخا نقص منه، ولكن باش ما يبقاش يسولك الواحد يقول لك انك ما وضحتيش لينا وما دخلتيش في الفيديو، اضطريت انني ندير كل شيء. من بعد غادي نقص من الفيديو والفيديوهات القادمه. هادو هما الباطات اللي قلت لكم الرسورات، باطات مهمين بالنسبه للعبار. ممكن انك دير الرسور بوحدو، ولكن الى ما تزيراتش مزيان غادي يوقع لكم مشكل واضطر انك تاخذ صغر منهم وتزيد هاد الباطات. الباطات كما كتشوفوا كيتزايروا كيتزادوا كيتنقصوا. نكملوا الخدمه ديالنا، نزايروا شويه بشويه باش يبقى داكشي غادي مقاد ميعوش لينا قراقيه. تقدر تزاير باي حاجه، بولون او طرنوفيس او اي حاجه. كنركبو الباطات والروسورات ديالنا. كنتماشاو معاهم كما كتشوفوا كيتزادوا كيتنقصوا. هنا شويه علينا وهذوك الروسورات فيهم واحد الراس من الجوانب. وفي هذه الحاله ايضا وقع لنا مشكل بسيط، اللي هو ماشي مشكل عويص او خيب او ماشي هو هذاك، يعني ملي درنا هذوك القراقيات في الجوانب كما شفتوا، يعني جاتنا فاش بغينا نهبطو السيركلين كنهبطوها وخا كنزيرو ما كترجعش، يعني ما كاينش ما كتعكسش. حاولنا اننا نبعدهم شيئا ما، كل ما بعدتيهم كل ما كانت كتجمع مزيان، يعني غادي تقربهم ربما انك قدروا يعني وقع لك مشكل ما تبقاش تهبط، الا هبطات ما تبقاش تطلع. وكاين مشكل ثاني هو دوك القراقيات اللي درتيهم قريب شويه، ربما هذوك الدراجات او الرويد ديالها يتحاكوا او يتلاقاو مع دوك القراقيات، يعني الرويد هما هادو، هذوك القراقيات يوليو يتحبسوا. حاولنا اننا نبعدهم ونقربهم من لاكس. فاش كتقربوا من لاكس كيجيو بعاد وكدور باريحيه وما كيوقعش مشكل. كملوا الفيديو ديالنا. من بعد كنديروا هاد العواد هما اللي كيشدوا لنا العبار على شكل زائد، كنحاولوا اننا نجيبوهم في اللاكس عبار كما كتشوفوا. كنفيسيوهم كما قلت لكم. ماشي مهم انك ضروري خاصك دير بحال هذاك اللاكس اللي عندي دائري، ممكن دير اي لاكس مربع من الاسفل. هادو هما اللي كيحبسوا لينا الكادر باش ما يطلعش وباش يبقى العبار نفس العبار ديال الافقي، نفس العبار ديال الافق الاخر، يعني بجوجهم علامه زائد يكون العبار نفس العبار من هنا ومن هنا. كنمشيو معاهم من بعد ما نفيسيوهم. نفيس طويل شوية كنديرو واحد المورصو او طرف ديال العود من الاعلى. هذا ما عندوش شي دور، ولكن باش يبان من الاعلى مزيان ويعطي واحد الرونق او واحد الديكور زوين كما كتشوفوا. وفي هذه المرحله ايضا كان ممكن اننا نستعملوا ليزالاستيك، او كاين واحد اللاستيكات تيتباعوا عند دروغري كيتجبدوا قاصحين ترجع ليك، ممكن انها ترجع ليك
ولكن المشكل اللي غادي تلقاه في هذه الحاله ممكن انك تستعملها في وحده الا بغيت تصوب ديال وحده، يعني تصوبها في الطابله وتولي ترجع تهبطها وتولي ترجع، هذه مزيانه غادي تخدم لك مزيانه مخيرش، تقدر ترجع الراسه كل ما زيرتيها غترجع الراسه، ولا استعملتيها في الربعه يعني الربعه ديال الروبير ممكن انك تلقى مشكل وحده ترجع وحده ما ترجعش، ولا كان الكادر ثقيل ما غاداش تهبط لك. حنا استعملنا هذوك البواطاج، هذوك البواطاج كل ما زيرتيهم كتزير مزيان فاش كتهبط كترجع، وغادي نشوفوا في الاخر ديال الفيديو اننا غادي نقادوا الريكلاج ديالها نقدروا نطلعوا نحطوا كيما بغينا، وهذوك البواطاج مهمين مع الروسور، الروسور ملي كيتجبد ممكن انه كما قلت لكم ما غاديش يرجع، ولا زيرتهم مزيان غادي يرجع، غادي نشوفوهم في الفيديو ديالها. كملوا الفيديو كما كتشوفوا الكادر ما كيتبتش فاش كتهبطوا ما كيرجعش، نضطروا ان هاد البواطاج كما قلت لكم مهمين، نعاود نذكر دايره 4 دراهم ونص، كل ما زيرتي كيرجع مزيان كيرجع بالزربه. هادوك العواد اللي في الجناب هما اللي قلت لكم قبل قليل اننا قطعناهم غنحتاجهم من بعد، هادوك هما الروبير اللي غيشدوا لنا العبار ديالهم كاملين فاش غادي تهبط، غيبقى نفس العبار غادي نزيرو مزيان كما كتشوفوا ما غاداش ترجع فاش غادي تطلع. هنا حاولوا تاخذوا الروسورات ما يكونوش مزيرين، وفاش تزيروهم يكون نفس العبار، حيت كاين واحد الروسورات مزيرين بزاف ما غاديينش يرجعوا، ممكن ان القراقيات انهم يتقلعوا من بلاصتهم كما كتشوفوا. رجعنا القراقيات اللور اخواني اخواتي متابعين القناه، كما شفتوا هذه نهايه حصه اليوم، كنتمنى من الجميع يكون استفاد من هذا الفيديو والتطبيق ديال هاد السيركلين يجيهم سهل، وكنتمنى منكم الدعم باللايك والبارطاج على اوسع نطاق ان شاء الله باش تطلع على شي ديالنا، ونتلاقاو في فيديوهات قادمين ان شاء الله بافكار جديده ودروس جديدة إن شاء الله. تبقوا على بركة الله، والله يعاونكم.